اللاعبين كندخلوهم الثقافه ما يهبطوش يديهم حتى لاخر دقائق المقابله. بالي بانه ما كاينش فرق، لا تبعتي ادوار المباراه ما بينش كفرق ما بين ريال مدريد الفريق العتيق والفريق ديال الاكاديميه محمد السادس، بان بانه في ليدويا كيربحوهم اللاعبين ديال الاكاديمي، بان حتى لي سونتر كيديروا الهجمه منظمه، عندهم لاعبين ممتازين اللي عندهم مهارات ما كاينش عندهم لي ديشي بزاف. كنتمنى ان دوليداتي لما لا نشوفوا خمسه ولا سته لاعبين في المنتخب الاول اليوم ان شاء الله. نعم، وحتى ثمار ديال العمل اللي دام مده سنين هذه، والانسان والمؤطرين والمكونين توجدوا لاعبين، بان على انه من خلال هذا الدوري ان كاين عناصر اللي تقدر تعطي الاضافه لكره القدم الوطنيه، ولما لا نشوفوها في المنتخب الوطني المغربي. لا، الاشكال اللي كان في التكوين هو ما بين التوفيق ما بين الدراسه ومواصلات كره القدم. هادشي اللي فنوا ليه يعني الاخوان وداروا قدروا انهم يديروا هاد الاكاديميه ديال محمد السادس نصر الله، باش يخلوا اللاعبين يعني يتمرنوا بواحد اريحيه ويقوموا يعني بالدروس ديالهم، وكي يعني حتى من الناحيه ديال التتبع ديالهم من المستوى الذهني للمستوى الدراسي للمستوى التقني للمستوى البدني. وكتشوف انه بدنيا راه بالك بانهم دقيقه 90 وباقي اللاعبين انهم قادرين يعطيوا شيء كثير، يعني ما علينا الا نصفقوا بحراره لهاد الاطر اللي كتشوف على الدنيا. نعم، الصورة جميلة كذلك شاهدنا قبل قليل ديال لاعبي المنتخب الوطني أو لاعبي فريق أكاديمية محمد السادس كيدعيو لما لا للفوز بعد المباراة. نتابع مشاهدينا ضربات الجزاء الترجيحية ونعود بعد ذلك. وحد موفق لفريق محمد السادس. حارس وليد حاسبي قدم مباراة مميزة في الشوط الأول، تصدى للعديد من الكرات، أول لمسة من نيكولاس مارتينيز حامل عرين. وليد حاسبي في حديث مع حكم المواجهة في قوانين جديدة، في حديث أيضا مع غيليرمو ألونسو القوانين الجديدة، ينبغي أن تبقي قدما واحدة على الأقل على الخط قبل عملية التنفيذ، لا ينبغي أن تتقدم، هكذا يقول الحكم محمد الشريف روح رياضية وليد حاسبي. عدنا الثقة الكبيرة جدا في وليد حاسبي في تأهل عربي مغربي من هذه المباراة. نيكولاس مارتينيز في التنفيذ، وليد حاسبي في التصدي، هل نتابع الهدف الأول؟ وليد ونيكولاس، نيكولاس ووليد، رقم 10 نيكولاس، هل تكون في الشباك وليد حاسبي؟ قوانين جديدة أيضا تشير إلى أنه لا يحق لك أن تلمس العارضة ولا القائمين. يا وليد حاسبي، وليد ونيكولاس، نيكولاس ووليد حاسبي، هل نتابع الوصول الأول من أول ركلة؟ نيكولاس مارتينيز، نيكولاس يضع في المرمى، نعم يضع في المرمى، لاعب مميز رقم 10 على يسار وليد حاسبي، والوصول الأول في هذه المباراة. كرة مميزة ذهبت يعني أرضية زاحفة تسكن مرمى وليد. 1-0 حتى اللحظة، أفضلية لأبناء ريال مدريد. الآن الكرة الثانية، من سيكون في تنفيذها؟ أول هداف هو المايسترو حسن كبوب صاحب اللمسات الجميلة، حسن كبوب في مواجهة غيليرمو ألونسو، ركلة بركلة، ضربة بضربة، تقدم بتقدم، هدف بهدف يا حسن كبوب وغيليرمو ألونسو، حسن كبوب وغيليرمو، مواجهة مغربية إسبانية، حسن كبوب، حسن كبوب، يضيع حسن، يضيع حسن، غيليرمو ألونسو يتصدى، الأولى المغربية تضيء من حسن كبوب. غيليرمو ألونسو في المتابعة اختارها قوية، لكن غيليرمو كان له كلام آخر، يتصدى الأولى. معليش معليش يا حسن كبوب، لا زالت الركلات في بدايتها، قلت وحوار حارسي المرمى، لأن اللاعب قد يسجل وقد لا يفعل، لكن الحارس لو يكون في يومه، لو يكون مركز. يا وليد حاسبة، الركلة الثانية لمصلحة نادي ريال مدريد، رقم 15 دييغو خورادو، دييغو خورادو في التنفيذ، هي الثانية لمدريد، هي الثانية للريال. وليد حاسبي في المرمى، هل تكون بعيدة عن الشباك يا وليد؟ هل تتصدى لها يا وليد وتعيد الأشبال؟ أطلسية في المرمى، في المرمى، يضع في الشباك ويسجل ثاني أهداف نادي الريال مدريد، نجاعتين اثنتين مقابل تضيع كرة مغربية وضع في سقف المرمى في الزاوية البعيدة عن الحارس وليد حاسبي اللي كان في المتابعة، لكن الكرة كانت أعلى من اللازم، تأتي بهدف ثاني لنادي ريال مدريد. الأفضلية للملك أيها السادة والسيدات. الآن كرة مغربية، من سيكون في تنفيذها؟ يبدو بأن اللاعب رقم 17 صلاح الدين السفياني، صلاح الدين السفياني من عادهم في المباراة، صلاح الدين السفياني وغيليرمو، صلاح الدين يسجل، يضيع،
يطيع صلاح الدين في العارضة، الحكم سيأمر بإعادة تنفيذ. نعم الحكم سيأمر بإعادة تنفيذ. هذه المرة أنت محظوظ يا صلاح الدين شيفاني. صلاح الدين شيفاني الحارس تقدم جيليرو ألونسو، هذه الإعادة، هذه تقدم بقدمين، هذا مرفوض في التعديلات التحكيمية الأخيرة. تقدم الحارس جيليرو ألونسو. صلاح الدين عندك فرصة لتسجل في هذه اللحظات، هل يغير الاتجاه؟ صلاح الدين يسجل، نعم يغير اتجاه، هذه المرة يسجل، هذه المرة يدون ويقلص الفارق 2-1 لنادي الريال. هذه كراتك يا وليد حاسبي، إن لم تتصدى لها وليد حتى وإن سجل الأشبال لن يتأهلوا. وليد حاس بمسؤولية كبيرة جدا على حامر علين، هل يتصدى ويعيد أبناء الأكاديمية لمجريات المباراة؟ هل يعادل الأمور في توقيت حساس، في توقيت صعب؟ اللاعبون على مستوى الدكة، الرسميون يعيشون أيضا لأعصابهم، الجمهور أيضا يعيش لحظات صعبة. دافيد خيمينيز رقم 2، هي مباراة الفاينل، هي مباراة الوصول إلى النهائي. ديفيد خيمينيز ووليد حاسبي، وليد في المرمى، وليد هل يتصدى؟ وليد هو مدافع يا وليد، هو مدافع يا وليد، هو مدافع يا وليد. حاسبي في المرمى، حاسبي في المرمى، يضع في الشباك، يسجل ديفيد خيمينيز. تسديدات اللاعبين الإسبانيين المدريديين قوية جدا، واضح جدا، مركزة صعبة صعبة على وليد، يسجل من خلالها الهدف الثالث لنادي ريال مدريد. هي 5 تسديدات وتنتهي المرحلة الأولى حتى اللحظة. 3-1 أبناء الأكاديمية عندهم فرصة للتقليص مرة أخرى. دقائق صعبة. يونس ساخر رقم 15 الدائرة الأيمن، من قدم شوط أول مميز وقدم مباراة محترمة في مواجهة جيليرمو ألونسو. ركلات ترجيح ينبغي أكيد التحضير لها لأنها متوقعة في عالم المباريات الإقصائية. آخر راس يونس، آخر راس يونس، آخر راس يسجل، نعم يسجل رغم متابعة جيليرمو ألونسو. هل تكون الكرة التي ستعرج بأبناء الأكاديمية نحو التصدي لوليد حاسبي؟ لأن الركلات ترجيح فيها توفيق كبير. وضع يونس خراز على يمين الحارس جيليرمو ألونسو. رغم المتابعة وسط طبعا سعادة وفرحة لهذه المشجعة الصغيرة التي تهيم حبا أكيد في الكرة المغربية لأبناء الأكاديمية. الآن كرة لمدريد، الآن كرة للريال، غونزالو غارسيا في مواجهة وليد حاسبي. هل يسجل الريال ويتقدم؟ هل يضيع وتعود المباراة إلى نقطة البداية، إلى نقطة الانطلاقة؟ غونزالو غارسيا أمامك يا وليد، وليد يا غونزالو، وتكون بعيدة، وليد يتصدى وتدخل، يتصدى وتدخل، تابعها وليد، كاد أن يحصل عليها، كاد أن يحصل عليها وليد، كان مركز وليد، لكن مرت من تحت الأيدي لتسكن مرمى حاسبي وتعلن عن هدف آخر لمصلحة نادي الريال. بالعلامة الكاملة 4 أهداف، 4 مرات وصل لمرمى وليد. الآن كرة تتحول للأكاديمية، عندهم فرصتين من أجل أن يعودوا في المواجهة. من سيسدد الآن؟ واللاعب رقم 12 أيوب الأحمامي، أيوب في مواجهة الحارس جيليرمو ألونسو. أيوب وجيليرمو، أيوب الأسمراني المدافع مع جيليرمو ألونسو. أيوب اليضع في الشباك، أيوب سيسجل، أيوب، أيوب الأحمامي، أيوب يسجل، نعم على يسار جيليرمو، يسجل على يسار جيليرمو. ما صعبها من دقائق، هي الكرة الأخيرة يا وليد، هي الكرة الأخيرة يا وليد حاسبي، هي الكرة يا وليد. أكيد المشجع المغربي يقول أرجوك يا وليد، أرجوك يا وليد، تصدى لهذه وبعد ذلك استقبل ما شئت من الأهداف، تصدى لهذه الكرة وبعد ذلك استقبل ما شئت من الأهداف يا وليد حاسبي. لكن في سيناريو آخر، الكرة قد تكون بعيدة عن المرمى، الكرة قد تكون أيضا بعيدة عن المرمى لمصلحة ريال مدريد. في التنفيذ اللاعب أبراهام خوسي هو البديل، ماريو مارتين، ماريو وليد، ماريو بعيدة، ماريو في الشباك، نعم في الشباك، ريال مدريد رسميا إلى الفاينل، إلى النهائي. مبروك للملكين، الميرينكي دائما يصل إلى الفاينل للمرة الرابعة تاريخيا، يريد تكرار إنجاز 2017. أكاديمية محمد السادس قدموا مباراة جميلة، قدموا أداء رائع، عادوا من بعيد.